النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للحياة البرية، يوم بيعتبر فرصة للاحتفال بغنى وتنوع الحيوانات والنباتات البرية، أهميتها كمان الكبيرة على هذا الكوكب. عشان كده احنا معانا على التليفون دلوقتي واحد من المصورين المصريين اللي كان ليهم فرصة في توثيق ورصد الحياة البرية في الغابات والمحميات الطبيعية، وهو الأستاذ أحمد الششتاوي، العضو المؤسس بالجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. يا اهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ احمد، اهلا بحضرتك. طبعا العالم الحياه البريه مليء بالتنوع وممتع للغايه، وكل الناس اللي زاروا الغابات او اتعاملوا مع الحيوانات الموجوده في الحياه البريه بيرجعوا بتجارب مختلفه وتفاصيل يمكن ناس كتيره ما تسمعش عنها. لكن في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ايه الدوافع اللي خلتك تدخل هذا العالم. صباح الخير. اولا والله يعني دخولي هذا العالم كان صدفة، بس كانت اجمل صدفة في حياتي. كان حد من اصدقائنا المصورين، مصورين الحياة البرية، شفت له صور لطيور عجبتني جدا، فقلت يعني اجرب ان انا اعمل حاجة زي كده. ربنا كرم، واحدة واحدة دخلت في الموضوع لغاية ما بقى شغف كبير، والحمد لله قدرت اوفر المعدات وصورت في مصر، وبدأت بقى اخرج بره مصر ازور محميات في دول افريقيا. ان انا اقدر اوصلك الحيوانات او موضوع الحياه البريه عموما، لان موضوع الحياه البريه في مصر في حيوانات كتير انقرضت من فتره، فعشان نقدر نشوف الحيوانات دي في الطبيعه او في البريه لازم نسافر لها بره مصر. استاذ احمد، حضرتك يعني مهتم بالحياه البريه بس مهتم بشكل خاص بالطيور، وده اكيد بيتطلب يعني رحلاتك بيبقى ليها طابع خاص وبيبقى ليها ترتيبات خاصه، فلو تحكي لنا الترتيبات دي وازاي بترتب لما تكون حابب ان انت تطلع تصور حدث معين ليه علاقه بالطيور او الطيور المهاجره او ايا كان. طبعا حضرتك تشرح لنا بشكل افضل. والله يعني الاهتمام بالطيور كان زي ما قلت لحضرتك من شويه، ان اصلا يعني مصر ما مشهوره بالطيور اكتر من باقي الحيوانات البريه، لان حيوانات كتير انقرضت، فكان طبيعي ان انا ابدا بالطيور، ابدا الحياه البريه بالطيور لان هي المتوفره في مصر قدامنا يعني. ففي اماكن كتير في مصر، طبعا ده بيرجع للتنوع الرهيب في مصر، يعني وجود الطيور بيرجع للتنوع الرهيب في مصر بالنسبه للاراضي، مثلا الاراضي الرطبه، بالنسبه للمياه نهر النيل، المياه المالحه في البحار والبحيرات، توفر كتير من بيئات الطيور ديت خلى ان الطيور تبقى موجوده بكثره. فطبعا مصر تعتبر من اهم طرق الهجره للطيور اللي بتيجي من شرق اسيا، بتيجي من اوروبا، بتعدي على مصر. مصر معبر مهم جدا للطيور دي انها تروح افريقيا، وفي طريق الهجره ليها وفي العوده برضو من افريقيا بتعدي على مصر. فطبعا مصر معبر مهم جدا. بالنسبه لحالات الصور، الطيور طبعا بتتبعها ترتيبات جدا، اهم حاجه اننا نكون موجودين في المكان اللي هنصور فيه من قبل الشروق. يعني من قبل الشروق لازم نكون موجودين في المكان. طبعا نصور الحياه البريه ومصور الطيور لازم يتصف بالهدوء، واهم حاجه طبعا في موضوع التصوير ان انا احافظ على الطيور دي، لان يعني هو الطيور ديت انا بصور عشان اوري الجمال بتاع الطيور دي للناس، عشان الناس تحافظ عليها. يعني في هدف اسمى من التصوير هو المحافظه على الطيور دي. طبعا النهارده الاحتفاليه بتاع اليوم العالمي للحياه البريه، وكمان الطابع السنه دي للطيور، للاحتفال الطابع بتاع الاحتفال اليوم العالمي للحياه البريه، هو استخدام تقنيات او الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على او في صون الطبيعه او في الحفاظ على الحياه البريه. طبعا احنا كمصورين النقطه دي مهمه جدا، لاننا بنستخدم المعدات الحديثه وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اننا نصور الطيور دي ونوريها للناس عشان الناس تقدر تحافظ عليها. مهم كمان يا استاذ احمد انه هذا العالم هو خاص بيهم، لا دخل للانسان فيه، ويمكن دي فالدخول الى هذا العالم اعتقد بيكون صعب جدا على اي شخص انه يتكيف عشان يقدر يتعامل مع هذه الحيوانات والكائنات الموجوده في الحياه البريه، خصوصا ان فيها حيوانات مفترسه كتير. فهل الامر بيتطلب دراسه عن طبيعه هذه الحيوانات؟ والله طبعا، يعني بالنسبه للطيور احنا يعني بندرس البيهيفير بتاع الطائر واحده واحده عشان نطوره، عشان افهم واقدر اطلع منه صور كويسه الناس تشوفها كويس. بالنسبه للحيوانات طبعا المحميات الكبيره اللي بنشوفها، احنا بنخش منطقات كبيره كبار، ماسايا مارا مثلا في كينيا،
بارك مفتوح الحيوانات في طبيعتها، بناخد حذرنا طبعا، بنبقى فاهمين البيهيفير بتاع الحيوانات. طبعا ما فيش خروج بره طياره السفاري، ان يعني انا بتطور من قلب الطياره، ما ينفعش نخرج بره لاي ظرف الا بتامين طبعا من البلد اللي معانا، فلازم نكون دارسين الكلام ده كويس طبعا عشان ما نغرش حياتنا للخطر، وفي نفس الوقت نقدر نوري الناس الحيوانات دي بقت، لان الحاجات دي بقت نوادر، وقدام هتبقى الصور بتاعتنا دي هي المرجع اللي موجود، ارشيف صحيح الوحيد اللي موجود للدراسات العلميه والبحث والكلام ده، مش هيبقى كده طبعا. يعني اكيد في مواقف عديت بيها يا استاذ احمد، لو تفتكر يعني اكتر موقف انت دايما بيروحش من بالك في سور الحياه البريه؟ والله كتير جدا يعني اخرهم مثلا انا كنت في كينيا لسه من 3 شهور او من 4 شهور في حديقه سيمارا، كنت اول مره اشوف الاناكوندا اللي هو الثعبان الكبير اناكوندا، يعني ماسكه غزال كتفته كده لغايه ما كتفته احنا بنشوف ملفوفه حواليه كده حواليه خانقته لغايه ما مات، وكانت هتبدا لسه تاكل فيه، فكان منظر بالنسبه لي ان انا كنت اشوف الكلام ده دايما في افلام الوثائقيه طبعا والأفلام. يعني هي قد ما هي مهنه يعني محفوفه بالمخاطر بكل تاكيد، وكل يوم بتبقى معرض لموقف مختلف، لكن برضو فيها قدر وجانب كبير جدا من المتعة. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الششتاوي، العضو المؤسس بالجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.